هناك اللي هو ايش بالضبط؟ فهمي انا فاهمك. مثل لي مثال، انا الحين مثال الان من اللي من من اللي الان عندما يكون مع المنتخب ويفصل نفسه باسم المهني، انا معك، انت غلط، خذ تصريحات، خذ سب، لكن عندما اشعر انه بعض القضايا ستثير لي زوابع وتكون رده فعل سلبيه داخل المنتخب يا اخي. انا احترت معاك يا احمد، انت كنت تشكل، معليش احمد قبل لا تكمل، قبل لا تكمل على اساس نحط النقاط على الحروف. انت كنت تشكل على الاعلام القطري زين لما قالك احنا ننسق واحنا مثلا، كنت تشكل عليه انه احنا المهنيه واحنا المهنيه. طيب هي ولكن اليوم حينما يمارس، لا شوف عندما يكون هناك انا ارجع للنقطه الاولى، عندما يكون هناك تصرف فردي من زميل وهو خطا 100%، فيفترض ايضا ان هنا نظهر ايضا بالوجه الحقيقي المهنيه. وليش صرفت المكافاه؟ عندي انا والله ما ابغى اتكلم في هذا الموضوع اكثر من انا بتكلم عنه، انا اتكلم بشكل عام. خلني يا محمد اكمل في المساله. ما اقول لك انه كل انسان يا طويل العمر يبغى يقدم نفسه بطريقته سواء في برامج تلفزيونيه او في كتابه عمود، لكن لمعلوميتك ترى المشجع الحالي الان له ذاكره، ذاكره قويه، ذاكره الان احمد الشمراني لو يظهر. بس انا احترت معك يا احمد. لا استنى، احمد الشمراني يظهر، خليني اكمل، لا تقاطع يا ابو عبد الله، خليني اكمل. انت تقول احترت معي عشان تبين الكلام، خليني اكمل. اقول له ذاكره الان، انت من جمله الى جمله، من موقف الى موقف، من حلقه لحلقه تتناقض في نفس الفكره يا ابو. هي شات تعطيني تناقض، يلا تفضل. يعني انت في الوقت اللي كنت، انا اعيد واقول، في الوقت اللي كنت انت تشكل على الاعلام القطري في انه يعني ينسق وينسجم مع المنتخب ويتكلم من الاخير. لا دقيقه، وانت تتكلم، انت لا تقارني في الوقت اللي انت كنت تقول انا اصرف مكافاه للزميل علي هبه. نعم، لا الان تسحب، تسحب المكافاه وتعتبر هذا عمل غير جيد. اولا يا محمد، اذا بنجي للاعلام القطري فلا تقارننا بالاعلام القطري، مع احترامي لهم، وجود الاعلام القطري قد يكون فعل، رده فعل، لاني اجيب صحفي سعودي صارخ، اجيب صحفي كويتي يشتم في مجلس الامه، لكن خليني اتكلم، لكن ما يقدر يجيب صحفي قطري يشخص واقع هذا، انتهينا منه، انهم اقوياء خارج قطر، ضعاف على مستوى قطر، قد يكون لهم مشروع زي ما يقول ذا، هم حرين. اما بالنسبه للاعلام السعودي، الاعلام السعودي في كل الاطياف. علي هبة عندما ذكرت أنا قلت له أنا موجود أعطيه إيش مكافأة، لأني تفاعلت مع قوله. من الصعب جدا أني أظهر أنا كأحمد شمراني مع المنتخب وأجي أدعي بأشياء ولي اسمي ولي صحيفتي ولي كياني أدعي بأشياء كذب، فبالتالي أنا أمنت على كلامه. قلت لكن في النهاية قلت لك يا محمد يتكلم، قلت الرجل الآن بدأ يقدم لنا رأي ما يقدم لنا معلومة، ولما خرجنا من البرنامج وشفنا الزملاء وينفون من حقنا ان ايضا نعاتبه. هذه نفى في يو اف ام، نفى كثير، قالوا خالد المرزوقي نفى، خالد المرزوقي نفى. خليني من قضيه خالد المرزوقي واللي شوف انا ما اقدر اوقف، انت تتكلمني بس على المسؤول حينما ينفي. اسمح لي ابو محمد، المسؤول حينما ينفي بدون ايضا دلائل ووقائع. هذه اكثر حقيقه من مشكله عندما اقول ان الرئيس بعده مختلف مع رئيس الاتحاد، فهذه كارثه. لكن عندما ومع ذلك انا معليش انا اقول لعلي هبه إيه؟ ادلتك ناقصه في اثبات واقعه علي الخلاف. علي هبه صار اشهر من السهلاوي زين، واقعه الخلاف. في المقابل لما ينفي المسؤول لمجرد النفي لا يعني انه هذا يعني انهى القضيه. يمكن الاجابه حماله اوجه او الراي. لا خليني اكمل لو سمحت. بالنسبه للموضوع حكايه الالتصاق باللاعبين الانديه، انا لما تكلمت ما تكلمت عن سين وعين، تكلمت انه لا نجزئهم، لاني اعرف في النهايه انه الرساله توصل للاعبين، يوصلوا تصريح هوساوي له ألف مغزى ورساله اتمنى ان استوعبها الاخرين. معلوميتك عندما اجزي اقول يا طويل العمر ان المنتخب فلان وفلان وفلان وفلان، طيب والبقيه ايش بيسووا؟ عندما امارس يا طويل العمر دوري التعبوي تجاه المنتخب من اجل فلان وفلان وفلان، طيب والباقيين ايش دورهم؟ عندما اظهر اذا كان بنستنجد في كاس الخليج، يظهروا صحفيين سعوديين يرقصون مع القطريين فرحه بخساره المنتخب، ذول ايش نسميهم؟ مهنيين؟ في مهنيين؟ لا عفوا، لا انت اعطيتني معلومه بس خطيره. انا هل اعلاميين سعوديين مارسوا الفرح؟ لحظه ابو عبد الله، ايوه خلينا نرد عليه. لا انت ايش دخلك؟ انت رحت عنده ممكن تقول لا ما يلك، لا ما يلك، لا الكلام هذا انتشر العاده للمجال. لا والله ما هو لك عاده، انا ما اكلمك انت بتقول لا تقول هذا، لا يقول رد عليك. اي بس ما هو انت، ما هو انت، انا ما عنيك، خلني اريح، مو عاد ما تعنيني، ادري والله. طيب تفضل عشان اريحك. ايش اريحك؟ كيف تريحني وانا معنيك؟ انت مالك علاقه بالموضوع. ابغاك تشاركني بالموضوع. انا ريحتها انت في خلال الخليج. يا اخي بريحه هو. انا دخلني من زمان ايام عبد الرحمن بن سعود. يا رجل ابغى اريحه بشغله. سؤالي تبي تقفل الموضوع؟ تفضل. اي بس محمد، لحظه محمد تفضل. هدوء. انت قلت اعلاميين يرسم.
صح؟ ايام الامير عبد الرحمن بن سعود. لا 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 حتى في كاس الخليج. طيب خليني اكمل. حتى في دويتا. خلونا اكمل. شفتهم؟ ها؟ شفت العالميين؟ ما شفتهم ما شفتهم شفت لا ابو محمد حبيبي والله العظيم والله العظيم مثل ما ابو ساري رفض طبعا من حقه رفض كلامي يوم قال اقسم بالله الحمر الدوسري او برنبوك او اللي هو ما قال ان دماج ملوث رغم انه قال ملوث انا غير نقي ونقي ملوث صب حقنا كلنا لا لا مو صب حقنا لا لا واحده واحده لا 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 تفرق كثير سؤال طبي مو 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 قران اللي قاعد ايش قران احنا ابو ساري ابو ساري ابو ساري ولدك الان من اللي غير نقي ايش معناها ملوث لا لا كلامك كان صادق كانك كذاب معليش غير نقي بسبب مشكله في الاسنان غير المعنى اللي انتم حولتوه قلتوا لوث دم ماجد اي صحيح بقصد ان صحيح. تصل المشكله الى السفاره الامريكيه شوف وحولتوا معنى ملوث فسرتوا معنى ملوث باعتبار البعض قال ايدز والبعض قال مخدرات ممتاز والعياذ بالله ممتاز يكرم ماجد وجميع لعيبته على التفاصيل على التفسيرات اللي فسرتوها عام كم هذا لو كان حمد الدوسري او برنابوك يقصد هذا الكلام اول من يقف ضدهم انا لوثوا دم طيب لحظة خطيرة بساري كل التكملة اللي كملتها دي أنا على عراسي أنا أخذت جزئية واحدة وأنا مقتنع فيها واحد يقول للثاني أنت غير صادق يعني كذاب لما يقول لي غير نقي ملوث هذا أنا بالنسبة لي مقتنع فيها لكن أنا لما حلفت أنا أقسمت أن لم ترد كلمة ملوث وأنا صادق وأنا أقول لك إياها أنا شخصيا أقسم بالله العظيم غير نقي ملوث أنا أقول يا أبو محمد شوف بس احنا لي طلب ان ما نقسم والله ما نبغى نكملك ابو محمد انا رايي الشخصي ها والله اتكلم جد احنا نقسم نتكلم جد نمتلك الجرأة اذا انا رايت اتكلم اذا رايت انا اعلاميين صحفيين مو بجمهور طبعا ها اعلاميين او صحفيين يتراقصون وفرحانين مع هذه انا شخصيا عدم العلم والله امتلك الجرأة اقول يا جماعه الخير نعم اللي يقصد محمد الشمراني تراهم فلان عادل الملحم وعادل الملحم وعادل الملحم وعادل الملحم انا اقول لك اخشى انك يا محمد لم ترى ولكن ليش انا وجدت نفسي وقلت انت خليج انتشر الصوره العادل الملحم الاعلامي سيب حق الطرطه يعني أيوة لا لا هو يحتفل في الملف ما هذا بس ابى اقول لك شغله اذا انت يا ابو محمد يعني والله لانه ما شاف نصيحه اذا ما شاف ها طيب انت ما قريت الحوار ممكن كيف؟ أنت تقول الحوار دم ملوث ما قريت خدت قريته بعدك ما عندي شيء جزاك الله خير مو بروح يقرأ بعد ممتاز ما عندي مشكلة أنا إيش قلت لك الحين؟ قلت لك إياها يمتلك الجرأة ويجيني بكرة ويقول يا أبو صقر على فكرة الإعلاميين اللي أنا قصدتهم ترى والله شفتهم حتى ما بيقول يقولهم خلف الكواليس الحوار لما قلت لك أنا ما قريته بالسابق يا أبو صقر قرأته يا أبو صقر وصلت وأخذت الحوار وأرسلته لطبيب لا نصراب ولا فهم الكورة قلت يا دكتور معلش محمد أرسلك بالله لما اقول لك دمك غير نقي انت مصر تعيد وترجع ملوثك طبعا ملوثك وهذه العباره انا ما مقتنع طبيب والله الطبيب والله عادل يعني عادل ودباس عادل ودباس انا ابغى اوقف هذا الموضوع انت بالقوه تبغون تمرر يعني انت ردت فعل وانت فعل انا ابغى احمد الان اللي وقف احمد احنا تابعنا محبي واحترامي طبعا لابو صقر ما عليه احنا تابعنا ردود افعال الفوز القطري في ايضا القنوات القطريه بس حقيقه انا ما شفت سعوديين صلى الله عليه المشكله يا محمد انك تحاول كلام خطير يا محمد اي تخطي سعوديين يلبسون لهزيمه السعوديين ما شفناها يا محمد انا عشت دوره الخليج من اولها لاخرها انا يا طويل العمر شفت الطرح السعودي انا قرات تويتر والله يا محمد والله انك تعرف زي ما اعرف وطبعا لو 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 تطلب مني المستحيل ما حد يقول لك انت تعرف زي ما اعرف ويعرف الاخوان واتمنى ان نتجرد من خطير وما خطير ونقول الحقيقه في اعلاميين سعوديين اقسموا ما اقول لك نقص في الوطنيه لا نقص في الوطنيه لا اصطفاف نقص في الوطنيه لا اصطفاف مع موقف لا اصطفاف مع موقف حينما ارقص على احزان لا 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 منتخب بلادي يا اخي محمد نقص في الوطنيه هذا اللي نرفضه كلنا إيه؟ وجود ولا موجود ذمتك وجود ولا موجود إدارة الخليج والله موجود والله موجود اعلامي وغير اعلامي انا دارك اعلامي وجمهور تفضل انا ترى دائما انا ساري بس ممكن عشان ترتب النقاش الحاله العامه ممكن موجوده انا او اتكلم مع ابو محمد عن حاله خاصه هو شاف حاله قال انه اعلاميين سعوديين رقصوا بعد هزيمه المنتخب امام قطر انا اللي اقوله اليوم الفضاء مفتوح مواقع التواصل الاجتماعي محمد ما شفنا احد محمد طرق من هذا مارس هذا اصلا من مارس هذا الدور اولا اعرف ليش وانت تعرف ليش
ومن هم وتعرف جمهور واعلاميين وموجود التغريدات يا محمد وبلاش نظهر يطلعون هذا خطير رقصوا والله مجازي اقسم بالله في لا والله يا محمد ما احلى والله يا محمد والله يا محمد ان في اعلاميين فرحوا لخساره المنتخب في دوله الخليج والله شوفوا انت تعرفهم انا اعرفهم انا ما اعرف وابو ساري انا طالب مو بالاسم لا مو بالاسم بس في بس في اعلاميين تبغى تقول اعلام اصفر يعني ما بقول اعلام اصفر ولا ازرق انت كلمت على كذا لا في اعلاميين فرحوا يا حبيبي النصراويين طيب قول اساميهم يعني نصراويين قول اساميهم انا ما اتكلم انا قلت قال عادل الملحب طيب عادل الملحب طيب السؤال لي يا عادل السؤال لي ولا لا محمد بس انت قلت ابو ساري يعرفهم اقول كلنا نعرف ان في اعلاميين فرحانين خلينا اسمع محمد الان مسيره انت تتوقف امام الاسماء فلن اقول لن اقولها لكن اذا توقف امام حقيقه فالحقيقه موجوده واللي كان يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي موجود واللي كان يحدث يا طويل العمر من مبالغات ايضا في الوقوف ضد المنتخب في كأس الخليج موجود واللي قالوا ان المنتخب هذا لا يمثلنا يمثل لوبيز واللي تدخلهم في التشكيله اللي اللي اللي, اللي ربما ما اقول لك نقص وطنيه ربما احتجاج على موقف انهم فرحوا لخساره المنتخب لان هذا المنتخب ما كان يلبي طموحاتهم وكان منتخب مثلا اختيار العناصر جميل. فيه اختيار نزيف هذا موجود اما مساله اني بقول كل هذا اللي قلته موجود كل بس خلاص انتهى الموضوع لا لا انا اعلاميين في لا لا انا سؤالي وبقفل الرقص مجازا لازم اعطيك واحد رقص يعني اللي قلته قد شفناه لا اللي رقصوا اللي رقص اللي رقصوا هذا كلام مجازي ولا حقيقي لا لا اللي رقصوا بصراحه اللي رقصوا الاعلام القطري ذيك الليل رقصوا رقص حقهم كانوا بس ما شفت بينهم سعوديين بس شفت بينهم سعوديين يرقصون على 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 احزان المنتخب في تويتر تسمح لي بعد في نقطه مهمه ودي اقولها اما الرقص بارك الله في نقطة مهمة ودي أقولها أنا أحمد أحييك على شفافيتك أيوه وأنا صادق ولا لا؟ ولا يعلمها أبو عبد الله كلهم يعرفونها أنا أعلم أنا قلت له لا لا تعال مو هذا أبو فارس أنا أنت إيش قلت لأحمد؟ قلت كرة الهارس لحظة عادل شو خلاص عادل سؤالي وجدت ولا لا؟ عادل عادل لا لا مو بصلد اذكر اسماء لا لا ما نبغى نذكر اسماء لا لا ولا بصلد اذكر اسماء اذا ابتليتم فستروا يعني انا والله هذه اللي فيها الحمد اذا ابتليتم فستروا مو قلناها امس عادل يوم قلت امس قلت لا لا هو انت وياه ما هو لا انا احاول اني اثبت على مبادئ ما غيرها ابو عبد الله تجيب لقطه على توقعاتنا صح ممكن جيب لقطه على كلام بالله خلي لا 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 تهرب ابو 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 محمد ثواني انا هادي الحمد لله كلام ابو محمد لما قال انه في ناس في تويتر في ناس في مقالات ناس هذا كله نتفق عليه صحيح انا فقط كنت اتوقف على ابو إعلاميين. محمد لما قال اعلاميين ترقصوا وشفناهم اي والله انا افتكرت لا لا. القنوات إيه والله ما شفت القنوات ما قلت قنوات مو بعد المباراه ترقصوا لا لا حتى صور ما شفت لما حتى صور صور بعدين قال هذه مجازيه اما الرقص لا لا اما الرقص شفته فيه من الاخوان في قناه الفاس هذا حقهم كان رقص حلو والله طيب. عجبني واستمتعت الحين راحت الشفافيه الحين اسمع لي ابو عبد لا لا الرقص عبد الله في نقطه انا ودي اوضحها لان ما ادري ابو فارس يمكن فهمني غلط لا 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 انا في نقطه مهمه لا تخرج من الموضوع بدون نفس الموضوع بسالك هل بسالك سؤال وجبني بصراحه والله بالاسم ما لا لا مو بالاسماء ما اتكلم بالاسماء حتى لو اعرف ما بقول بالله ما في اعلاميين عندنا فرح ولا خساره المنتخب في كاس الخليج في اعلاميين ينتمون للاعلام ال ايوه ال ايوه قول لا انت قول انا ما اقول انت قول انا ما بقول انت تبغى تقول كذا قول بسالك انت في اعلاميين فرحوا ولا لا تبغى تقول كذا الاعلام الاصفر لا 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 اقول نصراوي انا اصفر انا بقول لك اقول اصفر في اعلاميين سعوديين يعني يعني, يعني كلمه نصر مزعجه تقول اصفر كلها صفاوي لا الاصفر يكون يعني اتحاد لا ممكن يكون اتحاد ممكن يكون تعاون ممكن يكون عبد الله ممكن اقول نقطه ترى شوف انا اقول نقطه صار لك نص ساعه لانك انت كل ما تجي تتكلم قاطعوني انا بالنسبه لي لما يسجل مثلا هدف وانا اقولها صادق مثلا لاعب زي السهلاوي مثلا انا بالنسبه لي والله افرح اذا سجل لاعب مثل السهلاوي ويمكن لو سجل لاعب مثلا من نادي انا احبه او شخص انا احبه واتعاطف معاه ابفرح اكثر وهذا طبيعي لكن الغلط اني لما يسجل اللاعب الثاني ازعل واتمنى الهدف هذا ما تسجل ومنتخبنا ما فاز لان اللي سجل لاعب هو فلان هذا هو الخطا لكن هذه شوف موجوده ومو بس في الرياضة السعودية على مستوى العالم كله موجود محمد حتى لا زميلنا عبد العزيز البطاح اليوم أخذ ردود فعل وأصداء الشارع الرياضي على إثر فوز منتخبنا على كوريا الشمالية نتابع بداية كيف تابعت مواجهة المنتخب السعودي أمام كوريا الشمالية صباح اليوم والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كانت مباراة مشجعة يعني الحمد لله فيه تحسن كبير من المباراة الأولى كانت مع الصين يعني الحمد لله فيه تحسن كبير فيه روح معنوية عند لعيبة رجعت
ونقول إن شاء الله أنهم يواصلون. يعني سمعنا في مشاكل صارت داخلية بين المنتخب، إن شاء الله يعني هم إخوانه، وحنا نتمنى أن الإعلام يعني يكون يشد من أزر المنتخب ويفتفت المشاكل هذه اللي قاعدة تصير، وإن شاء الله أنهم يكملون. يعني ما نبي بس مباراة واحدة، وكوريا الشمالية ترى ما هي بعد ذاك المنتخب اللي ممكن أنه يعني كوريا الشمالية، يعني حنا نطمح أن نعدي أستراليا، نعدي كوريا الجنوبية، المنتخبات الكبيرة هذه. المباراة الأولى ومباراة الثانية، ما بين المباراة الأولى كانت نتيجة سلبية ومباراة اليوم نتيجة إيجابية، وش اللي تغير من خلال هذه المباراتين في أداء اللاعب المنتخب؟ والله أنا قلت لك الروح كانت يعني هذا أهم أساس اللي من اللي يعني سبب التغيير. الروح كانت جدا ممتازة، أيضا تكتيك المدرب تغير، غير أسماء كان جدا مهمة أثرت في التشكيلة. بس أتوقع يعني المنتخب قادر أن يوصل هذا المستوى وهذا العطاء خلال الفترات القادمة؟ بإذن الله، نقول بإذن واحد أحد إن شاء الله، إذا لعب على نفس هذه التشكيلة، نفس هذه الأسماء، ونفس الروح اللي شفناها اليوم، بإذن الله إن شاء الله أنا أشوف المنتخب قدام. توقعت فوز المنتخب اليوم على منتخب كوريا الشمالية؟ بصراحة لا. ليش تشاؤم هذا؟ منتخبنا صار له فترة نتمنى وتخيب الأماني. مباراة اليوم مباراة سابقة، وش اللي تغير من أداء المنتخب؟ والله لقينا شيء آدمي يخلص كرة قدام المرمى، لاعب يسجل زي ما انت شايف. اليوم اختلفت طريقة اللعب ما بين مهاجم واحد، اليوم شاهدنا مهاجمين، توقع برويتك الطريقة هذه أفيد للمنتخب؟ نقول إن شاء الله. نبارك لك فوز المنتخب اليوم على كوريا الشمالية، نتيجة ومستوى، كيف تابعت اللقاء؟ والله ما كنت متوقع النتيجة أصلاً، في البداية أصلاً كانت المباراة يعني ماشية على منحدر أن احنا بنهزم، عرفت؟ بس أنه في الأخير تغيرت، يعني شفنا الوضع تغير، الهجوم تحسن، يلعبون بلمسة واحدة، هذا بحد ذاته يعني يحسب لهم. بس المباريات الأولى يعني المباراة الأولى كنا صح متحمسين، بس ممكن الحظ حالفنا، عرفت؟ ما حالفنا في المره الاولى، المره الثانيه الحمد لله مشت معنا كويس. يعني وش اللي تغير بين اداء المنتخب ما بين الفتره الماضيه والفتره الحاليه اللي تحديدا اليوم؟ تحديدا اليوم طبعا الشوط الاول كان ما في اداء ابدا، عرفت؟ الشوط الثاني يعني قدمنا كره كويسه، لمسه واحده، لعب كويس منظم، الهجوم ممكن انه كان اليوم عنده الحظ بزياده، اليوم الحظ يعني كان افضل الحظ اليوم. شوف اليوم نايف هزازي ومحمد سهلاوي يلعبون يعني بدون المباراه من اولها، اللي يبدا المباراه من اولها السهلاوي، لانه ممكن الحظ عنده هو الحظ السهلاوي. انت مع اللي يلعب يقول ان نلعب مهاجم واحد ولا مهاجمين؟ لا مهاجمين افضل، احنا لنا للمنتخب السعودي للتشكيله الاساسيه الحين المفروض ان نلعب مهاجمين مش مهاجم واحد. اتوقع ان المنتخب قادر انه يوصل للنهائي، يوصل لابعد من المراحل التمهيديه؟ أنا أتوقع أن آخر مباراة أوزبكستان، أنا أتوقع. يعني أتوقع أن المنتخب ممكن يطلع من الدور مجموعات؟ ممكن يطلع من المجموعات، ممكن أنه يكمل، بس أنا أتوقع أنه أوزبكستان هي آخر محطة. شكرا للزميل عبد العزيز بطاح، نتمنى أن تتواصل هذه اللقاءات مع فوز مقبل بإذن الله على أوزبكستان. ثانية واحدة بس عشان أوضح، لما نتناقش الآن في قضية مثلا تجزية المنتخب، يعني ما بنناقش حاجات ما هي واضحة موجودة، وعندما نتناقش أيضا عن انقسامات إعلاميين سعوديين تجاه المنتخب، يعني بنتناقش عن ظاهرة موجودة. فبالتالي عندما قلت أن هناك صحفيين سعوديين فرحوا لخسارة المنتخب، فلا يعني هذا هو التقليل من وطنيته بقدر ما هي أيضا ربما مواكبة لحالة، ربما الأسباب هم رأوا من خلالها أن الفرحة تمثل احتجاج حتى وإن كانت مؤذية أحيانا لزملائهم الآخرين. فبالتالي من حقك أن تفرح، من حقك أن تقصر، لكن عندما يكون المنتخب قاسم مشترك في فرحة أو في حزن، فيه يفترض أنه على الأقل نحترم طبعا زي ما تقول مهنيتنا، ونحترم أنفسنا، ونحترم أمام الناس، لأنه لو مشجع عادي وظهر قال أنا فرحت المنتخب اليوم للمنتخب هذا لا يمثلني، قد تقبلها من. لكن عندما يغرد صحفي أو يكتب مقال صحفي أو يتحدث صحفي بهذا الأسلوب، فلا شك ردة الفعل بتنوب الجميع. عندنا الآن عندما يخطئ صحفي ما يقول الصحفي فلان أخطأ، يقول هاي شوفوا الإعلام السعودي، شوفوا الإعلاميين الرياضيين. فأنا عندما أتكلم بهذه اللغة ف
فانا ما بخاطب ناس او بخاطب واهم بقدر ما اعزف على وتر حقيقه كلنا عشناها وكلهم يعرفوها ومن يسمعوني وحتى بعض الزملاء يدركوا الشيء ده. مساله اني اقول انتمي لفلان وهو يقول فلان فهذه ايضا جميل. من الامور اللي ما احب ادخل فيها جميل. حتى لا نقضي، لكن المشجع يعرف منه طيب. منهم واحنا نعرف منهم، وحتى احنا ربما ايضا لنا اخطاء مثلهم، لكن ان شاء الله لن تصل جميل. لمرحله اني اشجع ضد المنتخب ايا كانت الظروف. عادل ملحم، شفت اليوم انت منتخب اوزبكستان مع الصين خسر المباراه، كان فايز المباراه الاولى، بعد مباراتين هل تعتقد منتخب اوزبكستان اللي راح نلعب معاه بفرصتين تعادل والفوز يشكل حاله قلق على المنتخب؟ والله باللي شفته اليوم الاداء والترابط والتجانس والابداع اللي شفته المنتخب السعودي، ما اعتقد ابدا ان المنتخب الاوزبكي لعوامل كثيره من اهمها لو نرجع الخمس ست مواسم السنوات الاخيره كل الانديه الاوزبكيه كانت تلعب معنا كانت تخسر وتخسر بالاربعه وتخسر بي بس عندنا اربعه جانب احسن اربعه جانب يعني في الانديه مش بالعكس حكم. والله حتى يعني حتى بالعكس انا اقول لك حتى في اوضاع كانت زي الاتفاق فتره مثل وكان وضعه يعني انا ما اعتقد ان 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 منتخب ممكن يقلقنا الا ونضع تحت الا مليون خط. إذا رجعنا للتخبيصات، احنا مشكلتنا احيانا ما اعرف يعني سبحان الله تجد منتخبنا في السنوات الأخيرة مباراة وخمس على قولتهم وخمس في الحضيض نوصل لمستوى عجيب. أنا أقول المنتخب الأوزبكي راح يلعب بأريحية أكثر كونه تأهل انتهى ست نقاط ما عاد عنده مشكلة في الوصول إلى الدور الثاني. لا مش منتخب الصين، لا الصين اللي تأهل تأهل صح؟ تأهل الصين دايركت اوكي. الاوزبكي حريص على الكسب، يمكن هذا يعطينا شوي اريحيه اكثر ان احنا بالنسبه لنا فرصتين، احنا عندنا فرصتين لا هو فرصتين فرصه واحده هو فرصه لازم يفوز، احنا فرصتين لان احنا فارق الاهداف هو لازم يفوز اذا فاز ممكن. فبالتالي انا اللي اتمنى طبعا مو انا المدرب، انا شخصيا كوزمن من الناس اللي قلت يا ليت، لكن طبعا اتضح لي ان اللي فهمته ان الاتحاد السعودي لكرة القدم وقع مع مدرب جديد وانتهى الموضوع. ولا نقول يا ليت كوزمن يستلم زمام المنتخب من الان حتى كاس العالم 2018. لكن طبعا اللي سمعته انه خلاص انتهى طارت البرزاقة وفي مدرب جديد. لو الاهلي الاماراتي ما راح يخليه. ويمكن الاهلي الاماراتي ما راح يخليه. انا اقول كوزمن وجهه نظري على اعتاب نصر جديد هو عليه هو ومجد جديد. لازم هي نصر؟ أنا ما قلت أصر، أنا قلت نصر. على عتاب إيش؟ نصر جديد. نصر جديد صح. نصر من الله صح. طيب. فأنا أقول يعني كوزمن ما عاد عندك شيء تخسر. شفناك في مباراة الصين وأنا متأكد. حتى اليوم يمازعنا زميلنا سعيد الهلال يقول القنوات كلها تذكر أسماء، فالظاهر كوزمن سمع لكم كلكم، واللي قال أبي السهلاوي، واللي قال أبي فلان، اللي قال أبي تيسير. أنا أقول ما أعتقد لا. كوزمن واللي قال حسن معاذ. واللي قال حسن معاذ وجاك حسن معاذ. أنا أقول كوزمن ما عاد عندك شيء تخسره. المباراة الجاية هي مباراة واحدة. كيف ما عندي شيء يخسر؟ عندي خسارة التأهل. لا لا أنا ما عندك شيء يخسر، إنك لازم تغامر. يعني أنت لا تحط في حساباتك إنه والله أنا بلعب على النقطة. يعني مثل بعض المحللين الفنيين مع احترامي لهم اللي طلعوا علينا فاجأونا قدام الصين. قالوا لا بالعكس كوزمن ذكي وعبقري وداهية وإحنا متخصصين زي ما قال وكويس، والرجل كان يبني أفكاره على إنه يخرج بنقطة. يا رجل خاف الله، هذا الصين. وضيعنا بلنتي ترى احنا، وضيعنا فرصه وفرصه وفرصه، يعني كان بامكان نفوز على الصين اكثر. يعني انا اقول لك اياها اليوم كذا من عندي، لو اتصور عند الله سبحانه وتعالى لو من البدايه السهلاوي وهزازي مع الصين حتى معركه الجزائر نفوز. بل اليوم انا وجدت نفسي اقول يعني ما اعرف ان كوزمن اخطا في تغيير السهلاوي الا اذا كان مثلا مخزون اللياقي ولا شيء، ولا كنت اتمنى ان يستمر مع هزازي مع حاله الطرد اللي حصلت في اخر 10 دقائق، كنا ممكن ندخل بسداسية أسبوعية. طبعًا هو طلع قبل حالة الطرد. وطلع قبل البلنتي. إيه طلع قبل البلنتي. فأنا أقول ما أعتقد إنه حتشكل لنا خطر كثير جميل. إلا في حالة واحدة إن كوزمن مثل ما قال لنا أحد المحللين الفنيين الله يذكره بالخير إنه يقول أنا والله لا والله بل مبدأ السلامة أبلعب للتعادل وهذه في يدي وهذه خطر علينا نلعب. جميل. تذكر أبو فارس عبد الكريم الجاسر في ليالي الخليج قال أي مدرب يدخل في أي بطولة وكان يرد على أبو صقر
لازم يغير ويبدل لأنه يتعامل مع بطولة ولا صحيح. يتعامل مع مباراة. الآن أحمد عيد في تصريحه قال جئنا للعمل لبطولة وليس لمباراة. فاليوم التغييرات والتبديلات اللي حصلت حالة صحية، لكن للأسف البعض لا تجمد السهلاوي احتياط، ولا تقعد يحيى الشهري احتياط، ولا تقعد وليد باخشوين احتياط، وكأن يبون كل يعني رغباتهم تتحقق في تشكيلة واحدة. شوف طبعا لما تيجي تطالع اللي حصل في المباراة هذه أنا أشوف إنه تغيير جذري. التغيير الجذري ده لو يعني نظرنا له كان لمصلحة المنتخب. قلت لك على طريقة 4-2-4 4-4-2 لو أنا مسؤول في المنتخب إنه المدرب اللي يجي أحط ضمن العقد. أجل ما في داعي تعاقد مع مدرب. يمزح أبو فهد. أنا أقول لك أنا. خليه يكمل طيب. يعني هو ضد فكرة الجاسر. طيب إيش رأيك؟ تكلم أنت. يلا جزاك الله خير. أنا عندي نقاط مهمة ودي أقولها ما دام أعطاني المايك أبو فارس. قال أبو صقر أشياء فنية مهمة ولكن أنا أختلف معه. لو سمحت. أبو فارس الليلة مش في المود بعد الطلعة من مرة. والله أبو ساري والله أبو ساري مسك خط الخرج والله. أقول لك أنا تابعته في الثلاث حلقات أو أربع حلقات. أقول كلمة يقوم يعلق قال لي عشان يبغى شوية تغريدة. أخلي له هي بس محدة مرتين ثلاثة بس أكثر من كده لا. يبي تغريدات يعني بالشهرة من خلالك. ما عنده حساب تويتر. المهم لا أنا. عنده. سعود عبد العزيز. سعود عنده حساب يا شيخ. عنده حساب وينكر ها. المهم شايف بالنسبة لما قال الزميل عبد الكريم. فعلا حقيقي يعني انت هذا بيقول لك انا بقى يعني امس زميل انا ابو صقر قال يا الرئيس العام على الشباب يا الاستاذ احمد عيد ترى هذا اللي يتعرض له من هو ابراهيم يمكن يسمعوا له اليوم ايوه لا لا انا اول شيء احنا بنطالب انه لا احد يدخل في الحق في التدريب المدرب الان يعني نطالب كانه ترى شوف لابد انه يدخل الرئيس العام ايوه وبعدين انا بقول لك كوزمان لو خير او القرار اللي بيتاخده انه عندك انت شلت مهاجم من هو المهاجم اللي بسبب اصابته ناصر الشمراني ناصر. تحط مين تحط مهاجم طيب انا ما ابغى اللي اسمع في ناس عمال يقولوا لي شيل النصراوية شيل هذا ليش خليت ابراهيم غالي كان هذا فنحن مع احترامي لراي الزميل نحن الان رجعنا للانديه الحين يا ابو فارس لا انا اتكلم على امس لا اي حاله ما في الا عن النصر الحين لا 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 انا امس انت عمال تتكلم انه انا اتكلم بصفه عامه ما اتكلم عن مباراه انا ما ابغى لعبه انا مصاب مكسور هذا لا 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 انت امس ايش قلت اتكلم عن حاله انت ايش قلت حاله حتحرمنا من ثلاث اربع مواسم افضل محور والواحد ما حد مستدعيه واحنا نتكلم بالنقاش ابو فارس حبيبي تفضل امس انت ايش كان انك انت تبغى المباراه هذه اللي جايه لا لا والله هذا انا احلف لك ما عندي مشكله يا ابوي مو موجود مع المنتخب يا رجل انا كنت ضد استدعاء لانه مكسور انا اتكلم عن حاله اوجه لي ان هذا اللاعب الموهبه ترى بصراحه ظلم كثير موضوع هذا استدعاء مكسور الضمه لي لا تقول انت محبط نفسيا محبط طبعا طيب لا قلت لك انا حتى من ضمن الكلام قلت واذا شارك بكره صح ولا لا انا ما بنبع لنا اليوم شارك أيه؟ اليوم شارك كان يروح فيها وقع وراح تدري ما تدري يعني يقول نصيبه علينا اذا احنا في منا غلط انا اسف يا سيدي انا بالنسبه لي فهمت غلط يعني ما هي مشكله اي طيب انا خليني من ابو صقر كشخص انا اتكلم عن هذه الحاله انه الكل يبغى يحقق مبتغياته على حساب هذا المنتخب المسكين لا ابو عبد الله معلش مو كذا اسمح لي معلش خليني اقاطعك لما تقول مبتغياته لا اقسم لك بالله في قبل موسمين صار نقاش حاد في احد البرامج وقام الرجل يعني يبقى كانه يعني يفرض عضلاته قال لي طيب 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 قل لي يا ابو صقر مين اللي الان عندك في نادي النصر يستحق المنتخب قلت اذا استثنينا عامل السن لان يعني السن له دور تبغوا تجدون ها ما في الا حسين فهو الرجل يعني قلت انا كلام جد ما في حد يستحق ما حد يستحق سنتين او ثلاث مواسم ما اذكر بالضبط اول ما جاء حسين لكن اذا المنتخب في تجديد وتقولون سن ما سن لا حتى حسين ولا احمد نور خلاص لكن كمستوى اتكلم هذا فني فقط لاعب لكن يا ابو عبد الله معليش يا ابو عبد الله انا ما احلم منه وهذا الكلام انا قلته ترى دوره خليج قلت مين هو هالمجنون اللي ما يضم سالم الدوسري الا ولا نواف العام كذا تخيل فجاه كذا ما ضموا هالثنين يا اخوي جنوني
لكن في نفس الوقت طيب لما انا اجي واشوف واحد زي شايع شراحيلي وزي عندنا والله عندنا هذا كثير لا مرد لا لان لا لا برضو برضو الحديث انا الحديث انا اتكلم جراحنا انا اقول لك اتكلم عن المجموعه الحديث يصير الجاسم حد ما يضم ابو صالح يا حبيبي الحديث انا تسحبوا مني الكلام لا تفضل ابو تسحب مني الكلام اول تامس انت ايوه انت زعلت اول تامس وصنقر فارس مو صنقر فارس انا رد هو قال انتوا والله صنقر وما يتكلم طب انت 20 مره دحين سحبت مني الكلام طيب انا اسال عدنان لا 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 ابو صدق خلني اتكلم يا اخوي لا 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 حقول لك ولو لو اتكلم انا اسال عدنان عن تشكيله المنتخب صنقر طنقر يعني راحت ما في لحظه سمران يسمع لك ابو عبد الله قلت لك ابو عبد الله ابو صقر الله يرضى عليك نبغى ندير حوار انا اسالك يا عدنان عن تشكيله المنتخب الحاليه انا ما اتكلم عن التشكيله العامه لا لا انت قلت لي على اراء داخل البطوله نتكلم انه من حق المدرب يغيره ويبدل لانه ينظر الى ما بطوله وليس للمباراه اقول لك ما حد يفهم الا بالنسبه للمدرب واوضاع اللعيبه لكن من حقنا نحن كقراءه كاراء يعني انا اجي اقول لك في المباراه هذه اللي انا شفتها قلت لك انه في تغيير جذري لكن انا ما شفت مثلا يعني سالم الدوسري بالمستوى اللي انا كنت امله اجي لاسامه شو اسمه خوساوي ما هو برضه كانت له اخطاء كثيره في في المباراه هذه لا يعني لما انا اقول ارائي صحيح. والنقديه ان انا ضد اللاعب ولا ضد انه هذا اختياره في التشكيله هو كانت التشكيله موجوده عنده لرؤيه هو بانيها لكن ما ظهر اللاعب بالمستوى المأمول هذا شيء ثاني ولا انه ليه ما اشركت اللاعب الفلاني عشان انه والله انه افضل من فلان لما نحن ما نبغى نخلي اللعيبه يحسوا انهم هم داخلين ضد بعض لا ابغاهم انا يتكون الجانب يعني انا لما شفنا دحين الصوره بالنسبه لي يمكن رحنا عنها وهي السهلاوي والهزاز انا اعتقد دي ضربه موجعه لكل اللي حاولوا انهم هم يثيروا الفتنه وبشكل اخر يستغلوا هذا الحدث عشان انه يعملوا منه مشكله الحمد لله انه شفت انا بعد كده يا ابوي سووا مشاكل ما دام تجيبون لنا اربع اهداف سووا مشاكل ما هي مشكله هو طبعا كنا في كان في الاتحاد كان بعض الاحيان تصير زي كده مشاكل يقوم يقول لي ابو ثامر ترى ما دام صارت في مشكله ترى في فوز وفعلا كانت تحدث اللي حصلت الان الواقع انه لازم نؤمن انه هو المدرب ده تخصصه والاعلام عنده تخصص انه هو يقوم بدور نقدي اراء هذا بس لا تكون جميل تاخذ البعد الميولات الانديه طيب والجانب انا بستفيد من كلام عدنان لك ابو ساري ما تعتقد اليوم اذا سلمنا ان المنتخب قدم خلني اروح للتوصيف اقول سيمفونيه جميله انه سالم الدوسري كان نغمه نشاز في هذه السيمفونيه لا زال مستواه بعيد كل البعد عن مستوى سالم يضيع فرص لا يخلق فرص ما يعني باتت يعني جاءت اللحظه اللي يرتاح فيها سالم